السلام عليكم. ان شاء الله الفيديو ده يا شباب هنشتغل على الاستراتيجي ديزاين بدل. بكل بساطة يا شباب، انا مثلا عندي حاجة، الحاجة دي ممكن اعمل عليها اكتر من فانكشن. وليكن على سبيل المثال، عندي مثلا انا شغال في صيدلية، الدواء بتاعي ده، علبة الدواء ممكن اعمل عليها اكتر من اوبريشن. يا اما مثلا ارصها على الرف، يا اما مثلا ادخلها في التلاجة، يا اما ارميها في حالة انها اكسباير، او مثلا ارجعها الشركه. في اكتر من اوبريشن ممكن تتنفذ على البرودكت بتاعي او المنتج بتاعي. في الحاله دي استخدم افضل حاجه، اللي انا استخدم حاجه اسمها استراتيجي باترن. الاستراتيجي باترن بيقول لك خلاص انت تعمل لي كلاس اسمه اوبريشن، او تسميه اي اسم انت براحتك. المهم الكلاس ده هيكون بيرن لكل الاوبريشن او كل التاسكس اللي ممكن تتنفذ على البرودكت ده. فخلاص انا عندي في المثال اللي انا هشرحه دلوقتي، عندي اليوزر هيدخل لي اسمه بالكامل. اسمه بالكامل ده اول حاله عندي عايز اروح اجيب اول حرف من كل كلمه. يعني مثلا هو هيدخل لي اسمه رباعي، فانا عاوز اجيب اول حرف من كل اسم، اللي هو الاربع اسماء بتوعه، اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم والسكند والثيرد. تمام، اروح اجيب اول حرف من كل واحد فيهم. تاني حاجة، تاني اوبريشن، او ممكن انا عايز اروح اجيب اول حرف من اول كلمة واول حرف من اخر كلمة. يعني عاوز اجيب اول حرف من اسمه واول حرف من اسم العيلة بتاعته. ده اللي انا عايز اعمله. فالمهم انا كده فكرت، لقيت او مثلا على سبيل المثال الاسهل اللي كل الناس بتبص عليه، يعني لو انت عندك مثلا رقمين، الرقمين دول ممكن تعمل عليهم اكتر من اوبريشن، تجمعهم تطرحهم تضربهم تقسمهم تعمل عليهم اي اوبريشن. بس الرقمين اللي عندي اللي داخلين لي السيستم بتاعي ده اعمل عليهم اكتر من اوبريشن، فانا خلاص استخدم الاستراتيجي باترن. فدي الكلاس ده بمثابه اول، دي ممكن اسمي ده استراتيجي، والاستراتيجي ده البيرنت، والكلاس ده اسميه استراتيجي 1 وده استراتيجي 2، والاثنين طبعا هيورثهم من الاستراتيجي بتاعي. بس انا هنا مسمي عشان الدنيا تكون عندكم ما هيش حاجه ثابته، فانا بحاول اغير على قد ما اقدر من الحاجات الثابته اللي الناس بتشتغل عليها، علشان انت يترسخ في مخك ان انت تثبت. وانا بحاول على قد ما اقدر يكون الدكتور، الجزء اللي بتشرح لكم مع الدكتور، انا اكون مختلف عنه، بحيث ان يترسخ في مخك في الاخر ان الدنيا مش حاجه ثابته. انت ليك برضو تفكيرك، لازم تحط التاتش بتاعك في الموضوع علشان الدنيا ما تكونش ثابته معاك. المهم انا عندي خلاص، انا خليت كلاس اسمه اوبريشن، وفي الاوبريشن ده فكرت مع نفسي ايه الميثود اللي هتكون موجوده في اي اوبريشن. انا لقيت نفسي بقول ان انا عندي ميثود واحده اسمها اكسكيوت اوبريشن، وايه اللي هيحصل فيها ما اعرفش، على حسب الكلاس اللي هيشتغل. فخلاص خليت الميثود دي المفروض تكون ابستراكت ميثود. فالابستراكت ميثود ده انا عندي شغل ميثود واحده من نوع ابستراكت، خلاص خلي ده انترفيس. خليت الكلاس ده من نوع انترفيس، وفي ميثود اسمها اكسكيوت اوبريشن. جيت في فيرست كاركتر، ده بيجيب لي اول كاركتر من كل كلمه، طبعا امبلمنت للاوبريشن. فدخلت في الاكسكيوت اوبريشن، ده السترنج اللي داخل اللي هو الاسم بتاعي، قسمته طبعا بالسترنج توكنايزر، وقلت الريزلت الناتج اللي هيرجع لي، عرفت متغير اسمه ريزلت هيشيله، وقلت له خلاص افضل لف بالوايل او دو وايل براحتك على كل الاسماء، سواء مثلا على سبيل المثال لو دخلت له احمد حمدي مدبوب، فاول توكن عنده التوكن ده هيكون احمد، يروح احمد ده هيروح يجيب تشار ات دي يا شباب بترجع لي كاركتر، هيرجع لي الكاركتر رقم 0 اللي هو في الاندكس رقم 0 من احمد، فهيرجع ايه؟ حمدي. حمدي هيدخل بعد كده هيرجع اول كاركتر فيه اللي هو اتش. مذكور مثلا هيدخل بعد كده هيرجع الكاركتر رقم 0 من مذكور هيرجع ام، فكده الريزلت في اي اتش ام، هيرجع لي الريتيرن ده هيرجع ايه؟ اي اتش ام. مفيش مشكله. ونفس نفس النظام هنا، اللي هيجيب لي الفيرست كاركتر اوف فيرست اند لاست نيم هعمل ايه؟ انا عملت متغير سميته اي، ده بمثابه اندكس هيمشي على التوكنز اللي عندي او النيمز الاسماء اللي عندي. المهم بقول له ايه؟ هات لي ادخل هات لي
اول كاركتر من الـ من التوكنز ده، في حاله ان الاي بواحد معناه ان هو كده في اول حال، او الاي بتساوي توكنز دوت بتساوي الكاونت توكنز. التوكنز اللي هو ده الاوبجكت من الستاندرد توكنايزر، في ميثود عنده اسمها كاونت توكنز بترجع لك عدد التوكنز اللي عندك. وطبعا هنا لازم بعد ما دخل في الاف دي المفروض يزود لي الاي طبعا، كله الاي بلس بلس مفيش مشكله. وفي الاخر هيرجع ايا كانت الفكره بتاعتك، ده انا على سبيل المثال ده جايب لكم مثال يعني ايه اي كلام علشان بس اطبق اي حاجه. المهم انا عندي تو اوبريشن ده وده، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ لقيت نفسي مش عارف استخدم ده امتى وده امتى، خلاص لازم تعمل كلاس بمثابه كنترول، كنترول يقول لك امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده. الكنترول ده لو انا اديته اوبجكت من ده فهيشغل ده، الكنترول ده شباب ابص له بقى الاوبجكت اللي انا عايزه او الاستراتيجي اللي انا عايزه او الاوبريشن اللي انا عايزه، تمام؟ مفيش اي مشكله في الموضوع. هنا الجزء بتاع الاكسكيوت ده اللي انا بديله الانبوت بتاعي وهو بيشتغل عليه. المهم خليت في الكونستراكتور بتاعه اللي الاكسكيوت كلاس ده ابصيله هنا يا شباب، ببصيله طبعا الاوبريشن اللي انا عايز انفذها، وهنا في الاكسكيوت اديله الحاجه اللي انا عايز اشتغل عليها. لو انا مثلا شغال في صيدليه او في سيستم في برودكت يعني ايا كان ايه هو، هنا في الاكسكيوت ده ابصيله البرودكت بتاعي. في المثال بتاع ده البرودكت بتاعي او الانبوت بتاعي بمثابه سترينج، فانا دخلته عباره عن سترينج نيم. مثلا انت مثلا المفروض تدخل منتج، خلاص اعمل لي هتدخل هنا المنتج بتاعك وهو يروح ينفذ عليه ايه الاوبريشن اللي انت كنت بصيها له في الكونستراكت. فانا وانا باخد اوبجكت وانا باخد اوبجكت من الاكسكيوشن كلاس، الاكسكيوشن كلاس ده بمثابه الكلاس اللي هي ما اعتبر ان هو كنترول او اعتبره اللي هو الكلاس الاكسكيوشن بتاع البرودكت بتاعك اي حاجه. المهم انا عملت الكلاس ده لازم يكون موجود في الباترن يا شباب عشان يربط لك البرودكت بتاعك بالاوبريشن بتاعك، بربطهم الاثنين. فهنا دخلت له الاوبريشن بتاعتي في الكونستراكتور، وهنا في الاكسكيوت دخلت له المنتج بتاع اللي انا هشتغل عليه. فهنا وانا باخد اوبجكت من الاكسكيوشن كلاس بصيت له طبعا ايه الاوبريشن اللي انا هشتغل عليها، الفيرست كاركتر اوف فيرست اند لاست نيم، وبصيت له في الاكسكيوشن الحاجه اللي هو هشتغل عليها طبعا اللي هو النيم بتاعي. تيجي تقول له هنا ران، واقف شوية بس. رن من هنا في عشان انا فاتح برامج كتير تقيل بس شوية. يا شباب اما رن طبع لي ايه اتش ام، اول حرف من كل اسم عندي. طب في دلوقتي حاجه ممكن اليوزر يا شباب يدخل لي الاسم ده مثلا على سبيل المثال، ده الاي ده كابيتال ودي مثلا يدخلها لي، الاتش دي يدخلها لي سمول والام ده يدخلها لي سمول. انا عايزه يرجع لي الثلاثه كابيتال اي اتش ام الثلاثه كابيتال. بكل بساطه وانت بتجيب لي هنا بقول له ايه ده كله التوكنز دوت نيكست توكن ده هترجع لك استرينج، تقول له دوت تو اب. في حاجة في ال تو ابر تمام كده، انا اتأكدت كده مليون في المية ايا كان اليوزر هيدخل ايه، سواء اي حاجة فيهم سمول اي حاجة فيهم كابتر هيرجعهم للتلاتة كابتر. سمول تقول له دوت لور كيس مش هتفرق معاك. المهم ده في اول حالة. تاني حالة لو انا عاوز، هو ده المفروض كان ايه، لا في حاجة كده المفروض ده كان يرجع لي ثواني، في حاجة غريبة بتحصل. المفروض ده يرجع لي أول حرف من ال كده في مشكلة، كده في مشكلة. نيجي في الكلاس ده
خلاص ده المفروض، ده المفروض يمشي على اول اسم واخر اسم. فانا جيت هنا الاي بي واحد، الاي بي واحد هيدخل مفيش مشكلة. تمام، عشان انا شلت الاي بلس بلس صح، على طول الاي هتكون بواحد فهيدخل كل مرة. تعالى بقى كده رن تاني. انا وقفت الفيديو، الفيديو شباب وعدته تاني. لما اقول له، لما بستخدم ثواني ممكن يكون اشتغل فيرست كاركتر، شغل كده الفيرست كاركتر كده، ببصل له الفيرست كاركتر run مش شغال. تمام، الفيرست كاركتر اللي هو بيجيب لي ايه اول كاركتر من كل واحد فيهم. طب لما اقول له هات لي اعمل لي الاوبريشن الثانية دي، بسم الله شاكك ان في حاجة غلط هنا. طب لو انا شلت التاكيت ده خالص، رن بقى كده نشوف هيعمل ايه. مش عارف واقف ليه يا شباب، مش مشكلة، مش هتفرق معانا في حاجة. اي باترن شغل كده اي اوبريشن وخلاص، مش هتفرق الاوبريشن دي. يعني المهم ان انتوا تكونوا فهمتم الباترن ده. دي اخر مرة، لو ما اشتغلش مش مشكلة خلاص، مش لازم يعني. ده بيطبع لي حاجات، يعني اللي طلع لي ده كنت انا رنه مشغله من 10 دقايق. مش عارف في ايه اللي فاتح، انا اكتر من ابلكيشن موقفين الدنيا.